صباح الخير، بنهالك صحتوا لاباس بخير كي داير مع الصحيحه؟ صبحتوا هانيين، نتمناكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الجمعه ان شاء الله، جمعه مباركه، تدخل لكم بالصحه والسلامه يا رب باش ما تمنيتو. دابا راه شحال، راه 8 وربع، غادي نمشيو ندي وصال وندي داك الكاب كيك اللي صورتهم لكم، غادي نديهم لها و ايوا نجي نكمل معكم النهار نتاعي. يلاه بلا جمعه مباركه وبقاو معايا. المهم هو الصبح، شوفوا الزنقه عاد باقينا يا الظلام، حنا دايلا لا وصال. هيا وصال، هيا 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 البرد 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 ما إلا البرد. مرة 5 درجات باقيلة ولا 6. بطل الكريتي. إيوا محمد راه تعطل البارح، البارح جاب البيتزا ولا لا وصل اليوم. جابتكم ما طعم في الكابسة؟ ما أدري شنو نقصد بعطل كلهم؟ خصني نشوف الكل. واحد حصد شاه قهوي وي كان سوف سيورده. فؤاد راه وقف هنا يشري التلاميذ من عاصي المساكن، يعني بغا يديرها الصدقة على باه الله يرحمه. ايوا هادشي اللي كاين البنات. يا الله هانتوما معايا اللي نوريكم الروتين تاع اليوم الجمعة وارامل نصور لكم. يا الله بقاو معايا البنات، اللي اول مرة يشوف القناة ما تنساوش تابوناو عندي ودعموني هكا بلي لايك باش ان شاء الله ديما نصور لكم جديد. هانتوما هيا هاد البنية راه تقات هي مع ويسار، هيا هي هي شي حدا للحفلة. شحال هادي وصلوا للمدرسة، نقولو خديجة نقولو خديجة. هي الطايرة ياسر تاع ويسار البنات. جمعت هنايا البيت، شوفوا اللعب تاع وصال مسكينة، الصفحة دايرة القرآن. وغادي ندوز دابا نغسل هاد الماعن تاع القهوة هاكا وصافي. شوفوا البوطاج هنا باقي الماعن وداك هنايا البنات. جيت ندير الحليب واحد المشاط في الزنقه، عرفتو كنحط لهم هاد الطبيصلات فيهم الحليب ولا ماكله اللي باقيه باقيه، وكنلقى سميتو ما نعرف ما كنلقاش الطباصل كنلقاهم تسرقوا. ايه واش ندير، ما خلاش نديرو حتى الخير في الحيوانات. نسيت الحليبه صافي البنات. هاني خويت البوطاجي، غسلت الماعن، جمعت الطاوله صافي. غادي ندوز دابا نكي غير هذه الخضره نتاع الطعام، على ما جاب لي فؤاد الاخر اللحم، خصني باقي اللفت صافي وان شاء الله. المهم غادي نقي هذه ونسنى على ما جاب لي الاخر، وغادي ندير الطعام يفور. الطعام راه عندي غادي نديرو يفور صافي، يعني خصني غير اللحم هكا واللفت صافي. هذا الشيء اللي كاين البنات. الطريقه راه تاع الطعام كنت ديجا وريتها لكم، يعني الطعام الطريقه نتاعي كتجي زينه والله العظيم، الا كتجي فنه المرقه نتاعها كتجي عاقده ويعني مخيره. وغادي نزيد الحمص، الحمص المهم حتى يجيب لي اللحم وندير له، حقاش الحمص عندي مرطب راه في دايرته في الفريغو، ما بغيتش نجبدو دابا حتى يعني الكوكوط تغلى عاد نديرو نيشان يعني في الكوكوط.
وهذا الشيء اللي كاين. وهانتوما معايا هما الوليدات، ها هما جا الوليد مسوق، تاع هو مع وجه من السوق ايوا صافي، زعما مشى يعاون باه. اليوم راه تعطل محمد. هذه هنا راني ناقي الخضره، شوف شوفوا غادي يجيب لي دابا هذا الشيء عاد ثاني، غادي يمسح الثلاجه ايوا ورد هاد الخضره في الثلاجه. المهم هاني ردت هنايا الطعام يفور، يجي يفور واحد شويه ومشي. دابا غادي نمشي نرد هاد الخضره وها نتوما معايا. هاني جبت هاد الشبكات هادو اللي كانوا عندي في الثلاجه، غادي نحيد ديك الخضره اللي كانت قديمه وغادي ندير الخضره الجديده من تحت وغادي نزيد القديمه من الفوق باش ما تضيعش. شوفوا هاد الشبكات كنفرش لهم هاد دوك الرولويات اللي كيتبعوا صحابين الماعن، عرفتوهم كيفرشهم في الثلاجه، هادو كنفرش منها في هاد الشبيكه ايوا باش ما توسخش. شحال هادي كنت كندير الخضره نيشان انايا في الشبكه وكنلقاها الوات ايوا. دابا وليت نخلي الخضره في الميه كانت تاعها باش ما تلواش، يعني تبقى عاد يعني شاده في راسها. صافي يعني غادي نرد الخضره، فوت على هاد الشبكات وغادي نرد الخضره هنايا. شوفوا الشبيكات اللي كما قلت لكم كنديرهم هاد الكارط كيبقاو باقي نقيين، يعني ما يتوسخوا ما حتى شي حاجه. صافي غادي ندير الاخر، نقي الربيع. الصراحه كانت عجبتني مسكينه، هي كانت تنقي الربيع والجلبان، يعني كاع الحاجه تاع التنقيه كنعطيها هي تنقيها، ودابا ما بقاش قاده مسكينه عيات. وهذه غادي ننقي انا يعني حتى نسالي كاع وننقي هاد الربيع والجلبان، يعني كاع الحاجه تاع التنقيه غادي ننقيها وندس. هذا كان نقرضو في الهشوار ايوا وكنديرو في الفريكو وقت ما نبغيه نجبدو، كنخلي واحد الشويه طري بصح والباقي كنديرو في الفريكو. ايوا هادشي اللي كاين البنات. هاي الخضره هنايا صاوبتها، ودابا ديال داكشي اللي بقى نتاع الجبن تما غادي نقيتها وندير في الفريكو. مطيشه كنديرها في القزوره نتاع الثلاجه هي والفلفله. القوق غادي نصاوبو دابا حداكم ونديرو توا في الفريكو، يعني نخليها هكا يعني حتى هو نمسو. شوفوا القزر هنايا نتاع مطيشه حتى هو ني دايرت له الفراشيه ودايره تحتهم هكا. صافي غادي ندير مطيشه كاع غادي نخويها هنايا اللي عندي، غادي نخويها ما تنخليها في نيته. والقزر الاخر ها هو شوفوا تاهو دايره فيه هنايا الحامض، يعني مفرشتهم باش تبقى الثلاجه نقيه. شوفوا كاع دايرت لهم الفراشيه تاع شيني، كاع دايرت لهم الفراشيه. صافي غادي نمسح هذاك الشيء اللي باقي غادي نمسحو. غادي ندير هنايا داك الفول. صافي درت مطيشه هنايا، هادي بطاطا الحلوه اللي مخليتها هنايا. صافي هنايا القوق هذا مخلياتو، وداك الاخر غادي نقيه اللي جابو عاجل غادي نقيه ونديرو في الفريكو. وصافي والفوق داير داك الشيء تاع السبيرات وداك الشيء، وهنايا دايره الزيتون ودايره الخل. ايوا صافي الزويف هذا كنخليه هنايا في الثلاجه هكا باش تاع نمسح، يعني باش نمسح بها داك الشيء. واحد النصيحه انا الثلاجه ما تبقاش مسحوقه، مابقاش نمسحوها بالجافير لحقاش كتصفار، فهمتوا كتصفار. اللهم الخل مسحها بالخل، ولا ديروا التيد هذا اوني والاخر اوني والماء صافي حكوها، يعني ما تبغوا تغسلوها الغسله كبيره، ما تبغوا تغسلوها الغسله كبيره كديروا الماء اوني كنغسلوا بها. ملي تكون غير كمسحه خفيفه غير بالخل ولا، وهذا الشيء اللي كاين. هذه سكتها الطعام راه التفويره الثانيه، وغادي ندوز دابا نصاوب الربيع والجلبان. المهم راه كنوري لكم حياتي البسيطه بلا ما عاد نقي، ونوري لكم يعني الكوزينه نقيه ولا يعني كما كان صبح صبح عندي الحلال كنوريها لكم، يعني هذا راه الروتين بسيط تاع الناس البسيطه. هذه هي حياتي تاع ديما هكا كندير. شوفوا هنايا شفت الشوفاج راه برد، قلت لكم صباح البرد 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 بزاف والله العظيم، مشيت غير جهه وحده. راك من يكون
هكا الليله هذه كنشعشو غير زوج ولا ثلاثه، يعني الا شعلنا ثلاثه راه عرفي بلي هذاك تسخن الدار، يعني غير واحد راه فيه كفايه. هنايا طلقت شويه الخور هكا الجمعه راه زين الخور، درت هنايا شويه الخور تاع الحج عطاوني، ولا فين كنقول لك مع الله يحميك الوالد زعما راه فين انا هذا تاع الخور. غسلتها الجبانة وخليتها دابا تقطر، المهم طعماش نسقي بزاف لحقاش غادي نزيد لهم شويه الروا في الزلافة اللي بغا يزيد من جيبو حيت مكيبغيهوش راهو. سير تفد التلفازة سير بنتي. عجبك الطعام؟ ها هي القصيعان تاعي المرقه درتها هنايا، شوفوا كي دايره فور سخون والله هذا اللي صلاح في هذا البرد.